إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. عباد الله، إن الأمانة أمرها عظيم في الإسلام، وخيانتها من أكبر الكبائر. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة فقال: إذا ضيعت الأمانة فارتقب الساعة. ولا شك أن من أعظم الخيانة أخذ المرتشي لمقابل على ما يجب عليه بذله، وأخذ الرشوة يكون من القضاة والوزراء والحكام، ويكون ممن هو دونهم من باب أولى. يقول ربنا عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فكل عمل يأخذ عليه المسلم أجرة، سواء كان من الدولة أو من قطاع خاص، فهذا المسلم يعتبر أجيراً عند تلك الجهة. فإن أعطاه أحد مال على ما يقوم به، هذا المال هو تعريفه في الإسلام بأنه رشوة، ولو أعطوه إياه على سبيل الإكرامية، أو على سبيل الهدية، أو بطيب نفس، كل ذلك من الأعذار التي لا تغني من الله شيء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. والمرتشي هذا الذي يقبل الرشوة فيه من خصال اليهود الذين وصفهم الله تعالى بقوله: سماعون للكذب أكالون للسحت. ولقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاك الذي يعطي الرشوة والآخر الذي يقبلها ويأخذها، فقال: لعنة الله على الراشي والمرتشي.
فلا يحل لمسلم أن يأكل ويأخذ الرشوة بأي حال من الأحوال. أما بالنسبة للراشي فإن كان يدفع تلك الرشوة ليتوصل إلى باطل أو ليعتدي على حق أحد أحق منه أو لكي ينال مناقصة الجميع فيها متساوون فهذا داخل في لعنة الله عز وجل. وأما إن كان مضطراً لاسترجاع حقه الذي أخذ منه ظلماً أو لإبطال باطل ولم يتمكن من ذلك إلا بدفع الرشوة آنذاك فنرجو أنه لا إثم عليه، ولكن يجب عليه أن ينكر المنكر وأن يبلغ عن هذا الخبيث الذي يطالبه بالرشوة كي يتم استئصاله وبتره من المجتمع. وللأسف الشديد عباد الله، فإن مرض الرشوة قد انتشر في بلادنا انتشار النار في الهشيم، وأصبح معلوماً لدى الجميع مقدار الفساد الذي جعلت له هيئة خاصة لمكافحته. وما من وزارة ولا إدارة ولا شركة خاصة إلا ونخرت الرشوة في عظامها على مرأى من الناس وسمعهم. فهناك من يتبرع بمقابل أن يقوم بتجديد الإقامة لك أو إصدار الخروج والعودة دون إذن الكفيل ولكن بسعر معروف. هنالك من يعرض عليك تصريح الزواج من أجنبية ولكن بسعر معروف كذلك. أما تراخيص البلدية أو ما يعرف بالأمانة فهذا يمكن الحصول عليها بأسعار متفاوتة. فبناء الملحق بثمن معلوم، بينما زيادة الأدوار عن الحد المسموح به له ثمن آخر. وكم من بيوت عشوائية أو بدون صك تم تجاوز النظام عنها بتركيب كافة المنافع من كهرباء وماء وغير ذلك. وكم من رشوة دفعت وتدفع لتركيب عدادات إضافية في بيوت لا يسمح فيها بأكثر من عداد واحد، وقل مثل ذلك في كافة القطاعات. فلا ترسل المناقصات إلا على من يدفع أعلى الرشوات، ولذلك نجد الخلل في البنية التحتية يتكرر بلا حسيب ولا رقيب. جميل أن نرى شوارعنا يعاد سفلتتها لكي ننعم بشوارع ممهدة لا تخرب السيارات ويسير الناس عليها بأمان. أما أن يعطى المشروع إلى شركة مقاولات لا يوجد فيها العدد الكافي من العمال فتكشط الشارع من الإسفلت أو بعضه وتتركه مكشوفاً معرضاً لسياراتنا للتخريب أسابيع بل والله شهور دون رقيب ولا حسيب، إنما هو أحد أمرين لا ثالث لهما: إما أن المفتش الذي يراقب ويبلغ لا يمكن الاتصال به الآن، أو أنه يأخذ من هذا الحرام ما يمنع تلك الشركة من التعرض للعقوبات الموضوعة في العقد عند تأخر تنفيذ المتفق عليه. هذا والله عار أن تجعل وتخد الأخاديد والخنادق في الشوارع للمجاري والكهرباء والمياه وتظل مفتوحة أسابيع تعطل مصالح الناس، تعطل مصالح المسلمين وتعرضهم للأخطار. هذا والله عار. بينما في بعض الدول الأخرى، دول العالم الأول بل والله دول العالم الخامس، لوجدت بنية تحتية وتصريفا للمجاري والسيول ورعاية طبية متكاملة وغير ذلك من الخدمات دون الحاجة إلى أن تريق ماء وجهك
ولوجدت شوارع ممهدة تصلح للاستخدام الآدمي، ولكنك في الوقت ذاته لوجدت عقاباً رادعاً وتنكيلاً وتشهيراً لكل من يخون الأمانة ويأخذ الرشوة ويعين على الإفساد والفساد. لا المكافأة ولا الترقية ولا التبجيل. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. جاء في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلًا على الصدقة، أي عينه جابياً للزكوات، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي؟ أفلا قعد في بيت أمه أو في بيت أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. عباد الله، إن أكثر من يقبل الرشوة في أيامنا هذه إنما هو يتأول ويقنع نفسه أن ما يفعله حلال كي يستطيع النوم وهو قرير العين. ربما لا يقبل الهدية مباشرة، ربما لا يأخذ نقداً، ولكنه يرضى بأن يكون شريكاً في المناقصة، كما يقولون شريك نائم، وهذه والله عين الرشوة. ولن يغني عنه تأويله وإقناعه نفسه بأن هذه عملية تجارية بحتة، فحكم الحاكم وقضاء القاضي لا يحل حراما ولا يجعل الحرام حلالا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. عباد الله، كم بيننا اليوم من هو صائم قائم متصدق فيما يبدو للناس، بينما هو ملعون مطرود من رحمة الله لتعامله بالرشوة ولخيانته الأمانة. كم من بيننا من يطعم أولاده الحرام وهو محب لهم مشفق عليهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يربو لحم نبت من سحت إلا وكانت النار أولى به. كم من مسؤول في إدارة اغتنى بالحرام وأصبح يملك العقار في أمريكا وفي أوروبا ويكثر الترداد عليها هو وأولاده، ولكنه غفل عن وعيد الله تعالى القائل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ إنما يأخذه المسؤول عن ترسية المناقصات، ولو كان شراك نعل، ولو كان مسواكاً يقدم إليه، ما يأخذه الموظف في إدارة المشتريات ولو كانت دعوة إلى طعام العشاء، ما يأخذه القاضي أو الأمير أو الوزير
ما يأخذه الطبيب من شركة الأدوية وإن كانت تذكرةً إلى شرم الشيخ أو إلى البحرين لحضور دورة أو كان حاسوباً أو كانت هديةً، إنما يأخذه الموظف مقابل تعيين أحدٍ على وظيفةٍ شاغرة، كل ذلك والله من الرشوة المحرمة التي لعن آخذها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وضابط ذلك هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ هذا الذي يأخذ الرشوة أو الذي يرسل المناقصة أو الذي هو مدير على دائرة المشتريات، لو لم يكن على منصبه، لو لم يكن على رأس العمل، هل يأتي أحد إلى بيته فيعطيه هدية؟ والله ما يعطونه فلسا أحمرا، إنما أعطي ما أعطي من أجل الكرسي ومن أجل المنصب ومن أجل توقيعه. فهذه هي الرشوة المحرمة عباد الله. إن محاربة هذا الداء لا تتم إلا بتجريم وتحريم ما انتشر فينا بكثرة، ألا وهو الواسطة والمحسوبية، وهي التي عادة تحول دون حلول العقوبة على المذنب. تكون محاربة هذا الداء بوضع الاستراتيجيات التي تضمن حصر الوظائف والأعمال التي يتطرق إليها الفساد، وكيفية معاقبة من يأخذ ويعطي الرشوة، وكيفية التشهير بهم وجعلهم عبرة للناس. فاتقوا الله عباد الله، ولنتعاون على القضاء على هذه الكبيرة التي تدمر البلاد، وليكن أول ما نبدأ به أن نتعامل من يتعامل بالرشوة كما يستحق أن يعامل، بالاحتقار والازدراء والنبذ. أن يأتي موظف ذو راتب محدود فيُثرى فجأةً من غير أن يُعرف سبب الثراء إلا عن طريق وظيفته، ثم نعامله معاملةً حسنة؟ كلا والله، يجب أن يتعرف على الإنكار في وجوهنا، إذ نحن نزدريه ونحتقره ونكره ونبغض ما يفعله من أمرٍ محرم، لنبلغ عن كل مظاهر الفساد التي نراها، ولنتعامل بإيجابية خالية من التشاؤم. فهنالك من دائماً من يقف ويقول: لا فائدة من الإنكار، لا فائدة من البلاغ، الكل مجتمعون على أكل الحرام. هذه السلبية تضر بنا وببلادنا وبتكاتفنا وتعاوننا على البر والتقوى وبأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. سيعيننا الله عز وجل على إزالة الفساد ومظاهره من بلاد الحرمين، شرفهم الله تعالى. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة المباركة. اللهم عليك بكل راش ومرتش، اللهم عليك بكل راش ومرتش، اللهم عليك بكل راش ومرتش، اللهم عليك بالمفسدين، اللهم امحق البركة من أموالهم، اللهم افضحهم على رؤوس الأشهاد واجعلهم عبرة للحاضر والباد. اللهم من أراد الإسلام وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميراً له يا رب العالمين، وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وبلغ بما يرضيك آمالنا. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا اجعل ثأرنا وكيدنا على من ظلمنا وعادانا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.